وهذا هو الفارق فيما بيني وبينهم، فأنا لا أقدس أحدا من العلماء ولا أصنم أحدا. القاعدة التي أعمل بها دائما، الأصل بالنسبة لأحاديث العترة الطاهرة في كتبنا الأصل الصحة حتى يثبت خلاف ذلك، وبالنسبة لكتب العلماء وأقوالهم الأصل البطلان، الأصل الضلال، الأصل الجهل حتى يثبت خلاف ذلك. وهذا المنهج منهج عاصم يعصم الإنسان من كثير من الأخطاء، يجنبه ضلال المراجع الطوسيين. هؤلاء من رؤوسهم إلى أقدامهم لا يملكون صوابا ولا يملكون هداية، كائنات ضالة، كائنات حقيرة وسخة، وسخة في عقولها، وسخة في قلوبها، وسخة في منطقها، وسخة في عقائدها، وسخة في فتاواها، وسخة في فكرها، وسخة في موازين تقييمها، وسخة في رؤيتها التاريخية. مع الدجل والكذب والتزييف والنفاق والمجاملات، حكايتهم قذرة إلى أبعد الحدود. أتحدث عن المرجع الأعلى وإلى المرجع الأسفل، إلى المرجع الأضرط منهم. هذا هو واقعهم، هذه حقائق. أنا أستعمل عبارات قاسية، أستعمل عبارات سوقية، أريد أن أشخص الأمور، لست راغبا في ذلك، ولا هو ديدني ولا هي جديلتي في الحياة، لأنني أعشق التعابير الأدبية الفخمة، تربيت عليها منذ نعومة أظفاري. أميل إلى عبارات الأدب السلسة، مزاجي لا ينسجم مع الألفاظ السوقية أبدا، لأن الذي يتكلم بأدب راق الشيء الطبيعي لا ينسجم وجدانه الأدبي مع العبائر السوقية ومع الألفاظ الرخيصة، لكنني أصر على استعمالها حينما أتحدث عن الطوسيين السفلة، عن ذول الهتلية السرسرية، أتحدث عن نواب الشيطان، عن آيات إبليس العظمى، عن مراجعنا العظام، عن هؤلاء أتحدث. أصر على استعمال هذه الألفاظ كي أضع النقاط على الحروف لأجل بيان الحقيقة، فأنا لا أريد إيذاءهم ولا أريد إهانتهم، لا شأن لي بهم، أنا لا أهزنهم بخرء كلب، لا أجد لهم قيمة، لكنني أريد أن أميز الأمور، أريد أن أضع النقاط على الحروف كي تكون الصورة واضحة جلية بين أيديكم.